ينضم إلينا من أضنة مراسلنا محمد المشهراوي. محمد، تستمر عمليات رفع الأنقاض وتستمر عمليات محاولة إيجاد الناجين في هذا اليوم العاشر من الزلزال، تفاصيل كل هذه الأمور معك، تفضل. كارولينا، في اليوم العاشر برز تحدي جديد أمام فرق الإنقاذ والطواقم التي تعمل على إزالة الأنقاض، وهي مهمة إزالة الأبنية التي في ظاهرها سليمة، ولكن هي بحاجة عاجلة لإزالتها خشية من تهديدها على سلامة السكان وفرق الإنقاذ. تلك المباني آيلة للسقوط، ويقدر عددها بأكثر من 50,000 في المناطق المتضررة كافة، والفرق ستبدأ عمليات إزالة هذه المباني في وقت قريب جدا، وذلك سينتج عنه مزيد من أكوام الركام الكبيرة في يعني أمام عمل هذه الفرق. سيكون مزيد من الأيام لتدارك أثار هذه الكارثة. في المقابل تستمر عمل فرق الإنقاذ في البحث إما عن ناجين محتملين بعد هذا الوقت الطويل أو انتشال جثث الضحايا، كلها عمليات مستمرة. تقول فرق الإغاثة إنها لن تتوقف في البحث في هذا الشأن قبل عملية مسح شامل، وتكون نتيجتها التأكد 100% من عدم وجود أي أشخاص تحت ركام المباني المدمرة. هذا في جانب عمل فرق الإنقاذ. في جانب المساعدات الإغاثية، مطار أضنة يستقبل اليوم على سبيل المثال مزيدا من الطائرات عبر الجسر الجوي الذي أقامته تركيا قادمة من دول عربية وغيرها. هذه المساعدات مرسلة من دول على الصعيد الرسمي ومن هيئات شعبية ومحلية تتضامن مع تركيا، وسوف توزع هذه المساعدات بطبيعة الحال على المتضررين بدءا من مدينة أضنة ووصولا إلى آخر نقطة من هذه المناطق التي تؤوي الكثير من المتضررين الذين بلغ عددهم نحو 30 مليون شخص متضرر، منهم مئات الآلاف يقطنون هذه الخيام. هذه واحدة من المناطق المتضررة، والتي هذه واحدة من المناطق التي أنشئت فيها مخيمات للعائلات المنكوبة، و تنتظر وصول مزيد من المساعدات. نلحظ اليوم أن الأمور بعض الشيء استقرت هنا لدى العائلات. في اليوم الأول لإنشاء هذا المخيم كانت حالة من الإرباك تسود العائلات التي وصلت إلى هنا. لديهم الكثير من الأسئلة عن آلية المساعدات، كيف سيقضون هذه الأيام. اليوم نلحظ شيء من الاستقرار لديهم، بدأوا نوعا ما يستوعبون الصدمة ويحاولون التغلب على كل الظروف الصعبة والمأساوية التي يعيشونها، لا سيما مسألة تدني درجات الحرارة والبرد القارص. كلهم أشعلوا الحطب، ومع ساعات المساء تزداد عمليات إيقاد النار لجلب مزيد من الدفء لهم ولأطفالهم، بينما الحاجة ماسة وما تزال كبيرة لكثير من الأغطية والأسرة، وأيضا لكثير من هذه الخيام المنتشرة في أكثر من منطقة في مدينة أضنة، ليتسنى للعائلات التوسع أكثر، حيث بعض الخيام تؤوي أكثر من عائلة، ربما عائلتين أو ثلاثة، وجميعهم بحاجة لمثل هذه الخيام ومكونات هذه الخيام من أسرة وأغطية وألبسة وما إلى ذلك. شكرا جزيلا لك من أضنة مراسلنا محمد المشهراوي. أنتقل إلى كهرمان مرعش مع مفدنا سلمان العنداري. إذن سلمان، من خلفك عمليات رفع الأنقاض مستمرة ومحاولة لإعادة الحياة نوعا ما إلى طبيعتها بعد 10 أيام على هذا الزلزال. نعم كارولينا، هنا دمار كبير في أحد أحياء كهرمان مرعش. هذا الحي تدمر بشكل كامل في الزلزال الأول والزلزال الذي تبعه، كما نرى في هذه الصور، يعني مقتنيات شخصية، مباني مهدمة، منازل محطمة، إضافة إلى أشخاص يبيتون في الشارع في العراء يأخذون الغذاء والمياه الساخنة أو المياه الدافئة والنظيفة من متطوعين من المجتمع المدني يقومون بذلك بتقديم الطعام. هذا الوضع كارثي في كهرمان مرعش، يعني هنا في هذا الحي التجاري حيث نتواجد بعد كل بنايتين صامدتين
هناك عشرات الأبنية المهدمة في السوق الكبير إضافة إلى الأحياء الصغيرة، مئات بل ألاف العائلات تشردت بالفعل، أصبحت تقطن في خيام أو ملاجئ مؤقتة، البعض رفض حتى مغادرة هذا الحي بانتظار ربما شيء ما أو لجمع بعض المقتنيات من بين الأنقاض. هذا ما لاحظناه، صاحب صيدلية مثلا كان يجمع بعض المقتنيات ويجمع بعض المقتنيات من بيته بجانب الصيدلية، أيضا هذه المنطقة كلها مدمرة بشكل كامل، هنا كان يوجد مدرسة حكومية إضافة إلى بيوت بجانب هذه المدرسة، كل هذه المنطقة أصبحت يعني مدمرة بشكل كامل. على المنطقة الأخرى بعض الأبنية السكنية كما نرى هناك بعض الأشخاص والمواطنين يشعلون النار وينتظرون، سألناهم عما ينتظرونه، لماذا لا يغادرون إلى الخيام، قالوا بأنهم سيبقون هنا في تلك المنطقة. لا نعرف إن كانت هذه الأمور قد تؤدي إلى يعني مزيد من البرد، يشعرون مزيد من البرد. هناك منظمات حكومية أو صحية وإنسانية حذرت من إمكانية انتشار الأوبئة وأيضا من البرد الشديد، وبالتالي تسعى السلطات التركية بشكل أو بآخر على تأمين الخيام والمآوي والأغطية والتدفئة اللازمة لكل هؤلاء في هذه المدينة المنكوبة بكل معنى الكلمة. شكرا جزيلا لك على المتابعة من كهرمان مرعش، مفدنا سلمان العنديري، شكرا جزيلا.